معاناة وصبر يعيشها المواطن الليبي في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد. القطاع الصحي في ليبيا يمر بأزمة حادة تهدد البنية التحتية له، وربما ستؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة كبيرة. مستشفى الزنتان للحوادث والجراحة هو كغيره من المستشفيات التي تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مغادرة الأطقم الأجنبية للمشفى. عبد الله فنير رئيس قسم التمريض بالمستشفى قال إن العمل بداخله يسير بالصورة الصحيحة، ولكن هناك الكثير من الإشكالات التي تواجههم. النبذة المختصرة تكون عن مستشفى الحوادث، العمل طبعا داخل المستشفى يعني منظم جدا، كادر يعني محترف من المسعفين او التمريض، ولكن نفتقر لبعض الامور يعني داخل المستشفى، يعني كأدوية، يعني كمستلزمات طبية، هذه امور يعني نعاني منها، نقص يعني في الأدوية، يعني نقص حاد. والله بالنسبة لقسم التمريض يعني يفتقر يعني رقم واحد، يعني المرضين يعني ما عندهمش يعني زي ما تقول نقص في السيولة. والله بالنسبة للوزارة ان هي تراعي ظروف الممرضين او قصدي او الدكاترة او المسعفين، قصدي ان تراعيهم حتكون امكانيات اكثر، قصدي حتى ممكن اليونيفورم هذا اللبس اللي لابسوه بتاع المستشفى، قصدي سنة وحتى تجي تتكلم في المستشفى يقول لك ما فيش. قصدي هذا كله يعتبر قصر من الوزارة، يعتبر من الدولة الليبية نفسها، هي اللي قصدي حكومة تقصير شوزات حاجة. هذه المشاكل جعلت الأطقم الطبية الأجنبية تغادر المستشفى، لا سيما المستحقات المالية. لكن نحن ما فيش فائدة دينار، هذا طبق 5000 دولار، مش ممكن استنى كله فيليبين يمشي أوكرانيا. حتى نحن في قبل 30 نفر معك مستشفى زنتان، طوى أنا بس واحدة أجنبية الوحيدة، أنا بنغلاديشي واحدة وفلبين واحدة بس، أوكراني ممكن ممرضة 4 5 دكاترة دكتور جان طبعا. بالرغم من هذه الإشكالات والمعوقات، إلا أن العاملين بالمستشفى يبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، خاصة وأن مستشفى الزنتان للحوادث والجراحة يعد هو الوحيد بمنطقة الجبل الغربي الذي يقدم خدماته. نسمة الشريف، ليبيا.